السلام عليكم اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غادي نقدم لكم هذه الفطيره الرائعه اللي تقدروا تحضروها في دقيقه 90 يعني تحضروها في اخر وقت كتجي رائعه جدا مكونات بسيطه اكيد غتكون متوفره في كل بيت وبعجين اللي هو ساهل بزاف اللي غيكون سائل ما تخدموش نهائيا اليد ديالكم ما غاديش تلمس لكم العجين بقاو معايا لنهايه الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه فبسم الله على بركة الله غتاخدو واحد الوعاء ديال العمل غادي تفرغو فيه كأس إلا ربع من الماء اللي يكون دافئ تقريبا هنا عندي واحد ميه وعشرين من الماء الدافئ اللي كيبغيو هكا العبار بالقياس مضبوط وعندي هنايا واحد الملعقة صغيرة ممتلئة ديال السكر حبيبات وغادي ندير بحال واحد الملعقة كبيرة آه اللي ما تكونش عامرة بزاف تكون يعني متوسطة هنايا راه غادي ندير ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية ديال الخبز وغادي نخلط هاد المكونات ونخليهم يتفاعلوا ليا واحد المده ديال 10 دقائق ونكملوا مع بعض العجين ديالنا من بعد ما اختمر لنا العجين ديالنا فهنايا غادي نحاولوا نزعوا منه داك التفاعل ديال الاختمار غادي نضيفوا ليه كاس الا ربع من الزيت النباتي ونمزجوا المكونات مع بعض من بعد غادي نضيفوا واحد نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات ما نكثروش من الخميره ديال الحلويات من بعد غادي نضيفوا اليوم هنايا واحد البيضه واحده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ اكيد باش ما تكونش بارده وتخسر لينا التفاعل وغادي نضيف واحد اليوغورت طبيعي بدون سكر تقدروا تعوضوه بالكاس من الحليب ولكن باليوغورت كيجي كي افضل عندي هنايا البودره ديال الثوم حتى هي غندير واحد نصف ملعقه صغيره كتبقى اختياريه ولكن كتعطي الفرق في المذاق عندي ايضا اعشاب البروفانس حتى هي غادي نزيد منها للتنسيم يمكن تعوضوها بالزعتر وعندي نصف ملعقة صغيرة من الملح نخلطوا المكونات جيدا بهذا الشكل هذا ومن بعد غادي نبداو نضيفوا في الكمية ديال الدقيق بالنسبه للكميه ديال الدقيق فانا ضفت واحد اربع ملاعق كبار ما كيكونوش ممتلئين بزاف مهم وسط ديال الدقيق مهم القوام ديال هذه الفطيره هذه خاصو يكون سائل ولكن يكون شويه عاقد على القوام ديال الكيك يعني يكون اثقل بقليل من القوام المعتاد اللي كنحصلوا عليه ديال الكيك هذا هو القوام اللي حصلنا عليه غادي نخليها تتختمر ليا جيدا ومن بعد غادي نرجع معاكم بالنسبه للحشوه اللي غادي نديرو فغادي ندير الحشوه ديال الدجاج وكيبقى لكم الاختيار انا كندير القليل من زيت الزيتون عندي البصله اللي قطعتها هكا قطع اللي هي رقيقه جدا غادي نقليها نضيف لها القليل من الملح القليل من الابزار نقليها جيدا تطيح لينا ومن بعد غادي نضيف لها واحد الكميه ديال الفطر انا هنايا كنخدم دائما بالفطر الطبيعي ما كيعجبنيش المعلب وتا هو نقليه جيدا بعد ما كيتقلاو كنوضعهم جانبا في نفس المقلاة كندير مرة أخرى القليل من زيت الزيتون نكثروا الزيت باش ما تجيناش الفطيرة هكا من يد وغادي نضيف ليها الدجاج اللي تبلته أنايا من قبل وغادي نشحرو مزيان في هذه المقلاة انا هنا يا خمرات لي العجين انا هنا خديت واحد القالب اللي هو مربع يمكن تاخدو دائري ولكن ما تاخدوش القطر ديالو كبير بزاف حيت هاد الفطيرة راه كتجيكم يعني ما كتجيش غليظة بزاف خاص تجي قد الحشوة قد العجين هنا يا غادي نحيد التفاعل من العجين ديالي كما كتلاحظوا راه اختمرت لينا مزيان ومن بعد غادي نوزعوها في القاع ديال الصينيه وعاد غادي نديرو من الفوق الحشوه ديالنا وكما لاحظتوا راه كنوزع انا الحشوه اللي درت بالبصل والفطر بهذا الشكل هذا من بعد غادي ندير قطع الدجاج ومن بعد عندي القليل من المايس او حبوب الذره آه تا هي غادي نزيدها كتبقى اختياريه تقدروا ديروا الفلافل المشويه الوان تقدروا ديروا الطونه تقدروا ديروا يعني الكروفيت ديروا يعني اي حاجه جاتكم في بالكم يعني ديروها انا عطيتكم فقط فكره آه يعني العجينه راه كتبقى هي لاباز والحشوه راه كل واحد حسب المتوفر عنده صافي هنايا من بعد غادي ندير القليل من الجبن المفروم وغادي نكون مسخنه الفرن مسبقا على درجه حراره 180 النار كتكون فقط من الاسفل فاش كنلاحظوها بدات كتحمر لينا من الجوانب راه كنشعلوا عليها النار من الفوق وكنخليوها طيب من الجهتين انا هنايا درت واحد الرشه من اعشاب البروفانس كتبقى اختياريه ودرت القليل من الفلفل الاحمر الحار وكندخلوها للفرن يكون هذا هو الشكل ديال الفطيره ديالي بعد ما خرجتها من الفرن غادي نحاول نديموليها ونحيدها من داك القالب راه نضجات لينا من الاسفل من الاعلى كما كتلاحظوا كتجي محمره كتجي رائعه شوفوا العجين ديالها كيفاش كيجي قطني كيجي رائع جدا يعني فقط واحد الربعة المعالق ديال الدقيق هكا كنقدروا واحد المملحه غادي تنفعكم في المائده ديال الافطار ديالكم في رمضان ان شاء الله الله يدخلوا لينا بالصحه والسلامه والتيسير والبركه انا قطعت معكم هنايا واحد القطعه باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي خفيفه ما شاء الله ويمكن تحتفظوا بها فقط في الثلاجه راه كتبقى كيف ما هي ما شاء الله شوفوا كي دايره هذاك الحشوه اللي درنا راه رائعه جدا يعني رغم أنها بسيطه ولكن كتجي لذيذه وبهكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتحضروه وتصيفطوا لي دائما التطبيقات ديالكم لا تنسوا دائما ان صحتنا في حميتنا الى اللقاء